الحمد لله. الله إياك يا نستعين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد البشير النذير صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، والذي انتفع بما فيه من مقدمات عقلية تعد مدخلا لفهم العقائد والقواعد التوحيدية التي ينبغي على كل مكلف أن يكون على علم بها ولو في الجملة. وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه: وينقسم، أي الحكم، إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. فهذه هي أقسام الحكم: شرعي وعادي وعقلي. إذن فهي محصورة في كم؟ ثلاثة، لا رابعة لها. فهل توجد أحكام تنسب إلى غير الشرع وإلى غير العقل وإلى غير العادة؟ أين هي؟ لن تكون ولو في الآخرة. فالأحكام شرعية أو عقلية أو هل هناك قسم رابع؟ البعض مثلا من جهلة أو أنصاف المتعلمين يقول لك: كون الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام هذا لم يذكر في الكتاب ولا في السنة. وهل الاستدلال محصور في الكتاب والسنة؟ لا، هناك أدلة تؤخذ من الاستقراء. مصادر الأدلة أوصلها الشيخ زكريا الأنصاري في كتاب لقطة العجلان إلى أكثر من 50، ويمكن أن تقرأوا هذا الكتاب أو أن تقوموا بدراسته، فإنه جمع أربعة علوم: جمع الكلام والمنطق والفلسفة والتصوف، وفيه أيضا أصول الفقه خمسة علوم: الأصلين، المراد بالأصلين أصول الدين وأصول الفقه،
وفيه المنطق والفلسفة، وفي خاتمته التصوف، مع أنه كتاب واحد. فإذا قيل لك ما الذي أو ما هو المستند في أن الحكم ينحصر في ثلاثة، قل له هات الرابع فيعجز فتسلم لك الدعوة. وهذا مأخوذ من الاستقراء أي التتبع، فلو تتبعنا الأحكام لوجدناها إما شرعية أو عادية أو عقلية. فقد يقول قائل أحكام أهل الطب هل هي شرعية؟ لا. هل هي عقلية؟ لا. إذن فأحكام الطب معظمها عادية، هذا الدواء ينفع في علاج هذا المرض وهكذا. سؤال آخر، أحكام اللغة، يعني إذا حكمنا بأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هل هذا حكم شرعي؟ فلو كان حكما شرعيا لدخل النار كل من يلحن في الإعراب، أو لم يدخل الجنة إلا سيبويه وابن مالك والأخفش والفراء. إذن فأحكام اللغة أيضا أحكام عادية. أما إذا قلت الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي. الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي. عرفتم كيف نفرق بين كون الحكم عقليا أو عاديا أو شرعيا؟ يعني إذا قلت لكم الصلاة واجبة، هذا حكم شرعي لأن المستند هو الشرع. أما إذا كان المستند هو العادة، سواء عادة أهل اللغة، عادة أهل النحو، عادة أهل كذا. لكن قد تسأل سؤال آخر، أحكام الحساب والهندسة والرياضة، هذه أحكام عقلية لأنه المثلث والمربع والمستطيل معروف ده إيه؟ ثابتة، يعني المثلث لا يكون مربعا. ولو مثلا أقمت لكم 100,000 دليل، هل أستطيع أن أجعل 3 أضلاع هي مربع؟ يبقى إذن الأحكام الرياضية أحكام إيه؟ يعني الأحكام كلها إما أن ترجع إلى العقل أو إلى الشرع أو إلى إيه؟ العادة. ولا مكابرة في هذا. أقرأ يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبعلوم مشايخنا في الدار الآمين. ولما كان الحكم لا بد له من الانقسام، أشار المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به إلى تقسيمه بقوله: وينقسم الحكم اللغوي الذي هو إثبات أمر أو نفيه. يعني إذا يأتي واحد ويقول لما هنا حكم لغوي، هذا يعتبر رابع، يعني يقول وينقسم الحكم اللغوي، ثم قلنا الحكم شرعي أو عقلي أو عادي. طب واللغوي؟ هذا مطلق حكم، يعني في اللغة يسمى حكم، لكن لا يوجد شيء اسمه حكم لغوي، لأن أحكام اللغة قلنا إيه؟ عادية. إذن فيريد بالحكم هنا مطلق الحكم، يعني تعريفه في اللغة. يعني ولذلك قال الذي هو إثبات أمر أو نفيه. وقلت لكم كثيرا إثبات أمر أي لأمر آخر، أو نفيه يعني نفي أمر عن أمر آخر، ولا يجري
النفي في الأمر الذي جرى فيه الإثبات، ولا الإثبات في الأمر الذي جرى فيه النفي. وهذا من باب عندي، ها هل نسيتم؟ عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، لأنه لو كان نصف نفس الدرهم يبقى عندك درهم واحد، لأن النصف داخل في الدرهم. نعم؟ نريد المذاكرة ولا نريد فقط الدرس ثم يرمى الكتاب ولا ينظر فيه إلا في الأسبوع القادم، يجب المراجعة والمذاكرة، وإلا لا فائدة من الدرس. المذاكرة في آخر الكتاب نعقد امتحانا، تحريري وشفوي، أو تحريري فقط، ولا يدخل الشفوي إلا من نجح في التحريري. لأجل هذا، لأجل الاهتمام. أما إذا علمتم أنه ليس هناك امتحان إذن فلماذا المذاكرة؟ وينقسم الحكم اللغوي الذي هو إثبات أمر أو نفيه، يعني يتنوع إلى ثلاثة أقسام: جمع قسم كسر القاف، نحو حمل وأحمال، وقرب وأقراب. حمل وأحمال، قرب وأقراب، يعني أنواع. إذ هي من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. إلى جزئياته، يعني التقسيم هل هو من باب تقسيم الكل إلى جزئياته، أو أنه يعني هذه الأقسام من باب تقسيم الكل إلى أجزائه؟ فما الفرق؟ ما الفرق بين الكل والكل؟ الكل تحته جزئيات، أما الكل تحته أجزاء. أضرب لكم مثالا، إذا قلت إنسان هذا كلي، أو قلت فرس أو أسد، فكل فرد من أفراد الإنسان يندرج تحت هذا الكلي، ولا يقال إنسان للمجموع، وإنما يقال لكل واحد على انفراده إنسان. أما إذا كان كل لا يقال إلا للمجموع، فمثلا صفحات هذا الكتاب تعتبر أجزاء، ولا يقال الكتاب إلا على الصفحات كاملة، فالصفحات أجزاء، كما لا يقال على البيت بيت إلا بالغرف والجدران والسقف والباب، فهذه أجزاء البيت. إذن فالكل تحته أجزاء، أما الكل تحته جزئيات. فكل واحد منها يصدق عليه الاسم، يعني يصدق عليه أنه حكم، لا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه لعدم صدق اسم المنقسم عليها مجتمعة. الآن عرفتم ما الفرق بين الكل والكل، فلا يقال كل إلا إذا كانت الأجزاء مجتمعة. يعني مثلا هل لو عندي نصف هذا الكوب أو ربع هذا الكوب هل أقول عنه كل؟ لا، إنما الكل يقال على كل فرد، فمثلا هذا كوب هذا كوب إلى آخره، ولو كانت ملايين.
فإذا كان كل يطلق على كل فرد على حدة، أما إذا كان كلي، أما إذا كان كلا لا يطلق إلا على الأجزاء مجتمعة. فمثلا السيارة لا نقول على الباب أو على الزجاج أو على السقف سيارة واحدة، بل نقول على أجزائها كلها سيارة. فهذا الجهاز مثلا لو قسمته إلى أجزاء، بطارية والسماعة، فلا يقال لكل واحدة محمول أو موبايل أو هاتف إلى آخره، إنما يقال على الأجزاء مجتمعة. إذن فإذا كان الاسم يقال على الأجزاء مجتمعة يكون إيه؟ كلا. أما إذا كان يصدق على كل قسم يقال له إيه؟ كلي. هل فهمتم؟ الحمد لله. يلا. ثم أبدل من ثلاثة أقسام بدل مفصل من مجمل بقوله شرعي، يعني عندك إيه؟ وينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا إيه؟ هذا مجمل، لأنه قال لك ثلاثة لكن لم يقل لك ما هي الثلاثة. ثم فصل فقال شرعي وعادي وعقلي، فهذا يسمى بدل مفصل من مجمل. يعني مثلا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات، هذا إيه؟ مجمل. ثم فصل فقال إيه؟ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الضيء ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوض. هنا هذا اسمه تفصيل بعد إيه؟ بعد الإجمال. بقوله شرعي وقدمه على العادي والعقلي لشرفه عليهما. يعني لماذا بدأ بالشرعي؟ لأنه مستند إلى الشرع الشريف، إلى الوحي الإلهي، إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من تقديمه لأنه أشرف. وقد علمنا أنواع التقديم أو أنواع التقدم وهي كم؟ خمسة، جمعت في قول الشاعر وخمسة أنواع التقدم يا فتى أقر بها بيت من الشعر واعترف، تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم بالشرف. فهذه أنواع للتقدم خمسة، منها التقدم بالشرف. فلهذا إذا اجتمع شيئان أحدهما أشرف يقدم على إيه؟ على الآخر. وعادي وقدمه على العقلي وإن كان أقوى منه اشترافه مع الشرع في مطلق الجمال. يعني عادي قدم العادي على العقل مع كان مع أنه كان الأولى أن يقدم الإيه؟ العقل لأنه أقوى. وأنا أسألكم سؤالا، لماذا كان العقل أقوى من العادي وهو أيضا أقوى من الشرع؟ لأن العقل لا يتخلف. لأن العقل يفيد التلازم، لا ينفك ولا يتخلف. أما الدليل الشرعي قد يكون قطعيا وقد يكون إيه؟ ظنيا. والدليل إذا تطرق إليه لاحتمال سقط، أما العقل لا يتطرق إليه إيه؟ لاحتمال. أنه إذا قلت الواحد نصف الاثنين هل يحتمل أن يكون شيء آخر؟ إذا قلت الكل أكبر من الجزء هل هناك احتمال؟ إنما إذا جئتك بدليل شرعي يحتمل أنه دخله التخصيص أو أنه نسخ أو المهم.
إذن العقل في ذاته أقوى حتى من الشرع، ولكن الشرع قدم لاستناده إلى الشرع الشريف، وقدم العادي على العقل مع أن العقل أقوى. أقوى لأنه يفيد التلازم ولا يتخلف، أما العادي يمكن تخلفه. إذن فمن هو الأقوى؟ العقل. واضح؟ فكان حقه أن يقدم على العادي، ولكنه أخره. لماذا؟ وقدمه على العقلي وإن كان أقوى منه لاشتراكه مع الشرع في مطلق الإسناد. يعني يريد أن يقول لك الشرع له مستند، الحكم الشرعي له مستند من خارجه وهو الشرع، والعادي له مستند من خارجه وهو العادة، فقدم أو بدأ بما هو مستند، أو لأن العادي يشترك مع الشرع في مطلق الاستناد فذكره معه، ولم يبقى إلا رتبة التأخير، لأنه ليس هناك إلا ثلاثة، ذكر اثنين فلم يبقى إلا، فلا يقال لماذا أخره، لأنه لم يبقى إلا هذه الرتبة. فهمت؟ تفضل. وعادي وقدمه على العقلي وإن كان أقوى منه لاشتراكه مع الشرع في مطلق الإسناد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في وجه الحصر. وعقلي أخره عنهما لما قلناه. ووجه الحصر في الثلاثة لا رابع لها. ووجه الحصر في الثلاثة لا رابع لها. مش رابع. طب هل يعقل أن يكون هناك خامس إذا كان لا يوجد رابع؟ تقول يعني هذا سؤال عقلي، ما وجه الحصر؟ إيه معنى الحصر؟ يعني هذه الأقسام لا تخرج عن ثلاثة، لماذا انحصرت؟ الحصر قالوا إما أن يكون حصر عقلي، وفي حصر الحصر على ثلاثة أنواع: حصر عقلي، وحصر عقلي وحصر استقرائي، وحصر جعلي. الحصر العقلي مثاله العدد. العدد إما زوج وإما فرد، إذن فقد انحصر العدد في نوعين: زوج وفرد. هذا استفدناه من أي شيء من العقل؟ لأنه إذا قلت لي العدد ليس محصورا في الزوجية والفردية، فأنا أقول لك هات عدد لا زوج ولا فرد، فهل تستطيع؟ هل يمكن؟ هات عدد زوج وفرد معا، لا يمكن. إذن فانحصر العدد في قسمين: زوج وفرد، هذا يسمى حصر عقلي. هناك حصر استقرائي. الاستقراء يعني معناه التتبع. الاستقراء معناه التتبع، فتتبعنا الأقسام فوجدناها هكذا. وفي حصر جعلي، يعني الكتاب مثلا محصور في 190 صفحة، هذا بجعلي أو بصنع المؤلف أو الشارح أو المحشي أو المعلق، فهذا يسمى جعلي.
السؤال هنا حصر الحكم في ثلاثة، من أي أنواع الحصر؟ نعم، ممكن نقول هذا عقلي، لأن الحكم إما أن يستند أو لا يستند، وإذا استند لا يخلو، إما أن هذا التقسيم عقلي، الحكم إما أن يستند أو لا، وإذا استند لا يخلو، إما أن يستند إلى معصوم أو غير معصوم، فقد انحصرت أقسامه في ثلاثة، لأنه إذا استند يستند إلى معصوم أو غير معصوم، والمعصوم هو الشرع وغير المعصوم هو العادة، فلم يبق إلا غير المستند وهو واحد، فالمستند اثنان وغير المستند واحد، إذن فالأقسام ثلاثة لا رابع لها ولا خامس ولا سادس. واضح؟ ووجه الحصر في الثلاثة لا رابع لها تقول لا يخلو الحكم إما أن يستند أو لا، وإذا استند لا يخلو إما أن يستند إلى معصوم أو غير معصوم. ما معنى يستند إلى معصوم؟ يعني إلى الشرع، لأن العصمة لمين؟ أو غير معصوم، وهو عاداتنا وتقاليدنا إلى آخره. فإن استند لمعصوم فهو الشرعي، وإن استند لغير معصوم فهو العادي، وغير المستند بالكلية فهو العقلي لا رابع لها. هنا سؤال قد يسأله أحدكم فيقول أنتم قلتم يستند أو لا يستند، وقد جعلتم الحكم الشرعي مستند إلى ماذا؟ إلى الشرع، والعادي مستند إلى، فكيف قلتم في العقل غير مستند بالكلية وهو مستند إلى العقل؟ فأين الجواب؟ هل من جواب؟ عجيب. هل إجابتكم بالنظر فقط؟ ما لكم لا تنطقون؟ ها شيخ خيري، فين الإجابة؟ مش احنا قلنا حكم ايه؟ ها شرعي، اي مستند الى شرع، ده وعادي اي مستند الى عقلي، اي مستند الى. طب هنا قال وغير المستند هو ايه؟ العقلي. هل العقلي مستند ولا غير مستند؟ غير مستند كما قال. إذن فلماذا قلنا العقلي مع أنه في قولنا الشرعي قد أسندنا إلى، وفي العادة قد أسندنا إلى العادة؟ إذن فالعقل العقلي مستند إلى العقل، لكنه هنا قال العقل غير مستند، ولو كان مستندا لقدمه على العادي، لأنه مشترك مع الشرعي وهو أقوى من العادي، فكان حقه إيه؟ أن يقدم عليه. فما هو الجواب؟ الجواب أن الاستناد معناه شيء خارج عن العقل، لأننا لو جعلنا العقل مستندا إليه، افهم هذه جيدا، فقد لا تجدها. لو جعلنا العقل، احنا جعلنا الشرع مستند إليه أليس كذلك، وجعلنا العادة مستند إليها أليس كذلك، فلو جعلنا العقل مستند إليه لكانت الأحكام كلها عقلية،
ليه؟ لأن الثلاثة لولا العقل لا نستطيع أن نميز بينها، فكلها تفهم بالعقل. إذن فالاستناد شيء خارج عن العقل. وأضرب لك مثال، أنا أستند، فلا بد أن أستند على عصا أو أستند على شيء. هذا الشيء الذي أستند عليه ليس هو أنا، فلا يعقل أكون أنا مستند ومستند إليه. إذن فالأحكام كلها تفهم بالعقل، ولكن لما كان الحكم الشرعي يفهم بالعقل وله مستند من خارج العقل هو الشرع، والحكم العادي يفهم بالعادة وله مستند يفهم بالعقل وله مستند من خارج العقل وهو العادة، فنسب إلى إيه؟ ما يستند إليه. أما الحكم العقلي بمجرد العقل لا يستند إلى شرع ولا إلى عادة، ولذلك كان الحكم العقلي غير مستند. فالله تعالى وهبنا العقول، فإذا رأينا دليلا من الشرع، يعني الصلاة واجبة، ورأينا أن الدليل الذي يفيد وجوبها، يعني عرفنا معنى الصلاة بعقلنا بأنها حركات أو قيام أو قعود أو تكبير أو هذا عرفناه إيه؟ بالعقل، فهمنا أدركنا أو تصورنا لمعنى الصلاة عقلي، وتصورنا لمعنى الوجوب عقلي، ولكن هذا الوجوب لم يستند إلى العقل وحده، بل استند إلى إيه؟ إلى الشرع، فقلنا هذا حكم إيه؟ شرعي، لأنه له استناد خارج العقل وهو الشرع، ولكنه لولا العقل لا يفهم لا شرعي ولا عادي ولا يفهم أي شيء، فلا بد من العقل حتى نقول هذا شرعي وهذا عادي وهذا عقلي. وكل واحد من الأحكام له يفهم بالعقل، يعني الثلاثة كلها تفهم بالعقل، ولكن كل واحد له مستند آخر غير الإيه؟ العقلي من خارج، فهذا الذي ينسب إليه. أما الحكم العقلي يفهم بمجرد العقل، يعني لا يحتاج مثلا إلى عادة أو إلى ألف أو إلى تجربة. والحكم الشرعي يحتاج فوق العقل إلى دليل من الشرع، والعادي يحتاج فوق العقل إلى دليل من العادة. أما العقل لا يحتاج، بمجرد العقل يفهم. واضح؟ يبقى السؤال مرة أخرى، هل الحكم العقلي مستند؟ لا، لأن الاستناد لابد أن يكون من خارج العقل. واضح؟ اقرأ. واعلم أن كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. وكل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. كل واحد من الضروري والنظري ينقسم إلى قسمين، واجب ذاتي وواجب عرضي. وكل واحد من الواجب الذاتي والواجب العرضي ينقسم إلى قسمين، إثباتي ونفي. من ضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين قسما. يعني الآن دخلنا في الرياضيات والحساب، ودخلنا في جدول الضرب. احنا قلنا الحكم ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. وكل واحد من الثلاثة ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. والتصور والتصديق ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. إذن فالتصور والتصديق فيه كام؟ فيه أربعة، تصور وتصديق. ثم ينقسم التصور إلى قسمين، تصور ضروري وتصور نظري. والتصديق ينقسم إلى اثنين، تصديق ضروري وتصديق نظري. ثم نأتي إلى الضروري والنظري
فنجد أن كل واحد ينقسم إلى قسمين، ذاتي وعرض، وكل من الذات والعرض ينقسم إلى إثبات وإلى نفي. فنضرب ثلاثة في ثمانية يخرج لنا كم؟ أين هي الثلاثة؟ احنا قلنا هنضرب ثلاثة في ثمانية، أين هي الثلاثة؟ شرعي عقلي، شرعي عادي عقلي، أين هي الثمانية اللي هنضرب فيها الثلاثة؟ تصور وتصديق، ضروري نظر، عد أربعة: ذاتي عرضي، إثباتي نفي، كم كده؟ ثلاثة: الشرعي العادي العقلي. عاوزين الثمانية: تصور تصديق، اثنين ضروري نظري، أربعة ذاتي عرضي، ستة إثباتي نفي، ثمانية. ثمانية في ثلاثة أو ثلاثة، الأصل أن تقول ثلاثة في ثمانية، كم؟ 24. خلاص مفهوم كده؟ نأتي إلى شيء شيء. أولا قسم كل واحد من الثلاثة، مثلا الشرعي قسمه إلى تصور وتصديق، وكذلك العادي قسمه إلى تصور وكذلك العادي، وجاء إلى التصور والتصديق فقسم كلا منهما قسمين، ضروري ونظري، ثم جاء إلى الضروري والنظري فقسمه إلى قسمين، ذاتي وعرضي، ثم جاء إلى الذاتي والعرضي فقسم كل واحد منهما إلى قسمين، إثبات ونفي، فصارت الأقسام أربعة وعشرين قسما. كيف تكون أربعة وعشرين؟ اضرب ثلاثة في ثمانية. فهل تشك في أن ضرب ثلاثة في ثمانية يساوي أربعة وعشرين؟ إن كنت لا تصدق أو لا تعقل فاجمع ثمانية وثمانية وثمانية، كم؟ أربعة وعشرين. فبدل ما تجمع ثلاثة ما اضرب أحسن. الضرب أسهل من الجمع. هنا سؤال مهم، ما قلنا إدراك المفرد من غير حكم عليه يسمى تصور، فإذا حكمنا عليه يسمى هذا الحكم تصديقا. فهذا شيء عجيب، لأن إذن فالحكم لا يقال إلا إذا كان تصديق. ولذلك قال الشيخ الأخضري في السلم، بيقول إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. إذن فإدراك النسبة هو التصديق، وإدراك المفردات هو التصور. إذن التصديق هو الحكم، فكيف جعل الحكم الذي هو تصديق فقط ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، مع أن التصور ليس فيه حكم؟ إذا تصورت زيد أو شجرة أو إنسان دون أن أحكم بنفي أو بإثبات أو بشيء، فهذا يسمى مجرد الفهم أو الإدراك، يسمى تصور. يعني إذا أدركت زيد وأدركت معنى القيام ولم أحكم بنسبة القيام إلى زيد، فهذا الإدراك مهما تعدد يسمى تصور. لكن إذا أدركت النسبة، زيد قائم
فأدركت نسبة القيام إلى زيد مع الحكم بإيه؟ بثبوتها أو بنفيها، فهذا يسمى تصديق. وهنا قال كل واحد من الثلاثة ينقسم إلى تصور، هو هنا يقسم، ماذا يقسم؟ ها؟ يقسم الحكم سواء كان شرعي أو عادي أو عقلي، والحكم هو التصديق، فكيف يجعله ينقسم إلى تصور وإلى تصديق؟ هذا هو إيه؟ هذا هو السؤال الذي حير الإيه؟ العقلاء. أن يعني قلنا الحكم إيه؟ الحكم معناه إيه؟ إثبات أو نفي، يعني تصديق نسبة، إنما التصور مجرد إدراك دون إيه؟ نسبة. إذن فالحكم لا يكون إلا واحدا وهو التصديق. وهنا جعل التصور والتصديق من أقسام الحكم. ألم يقل ينقسم إلى قسمين، تصور إيه؟ وتصديق. طيب هل التصور فيه حكم؟ لا، الحكم لا يكون إلا في إيه؟ في التصديق. فمن يجيب على هذا السؤال؟ القطع لا أحد. وأسأل الله تعالى أن يوفقني للإجابة. فهنا جعله الحكم ينقسم، أنا علقت تحت في الكتاب فقلت جعله الحكم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، مع أن التصور إدراك مفرد لا حكم معه، فهذا بناء على أن الحكم من مقولة الكيف الذي هو عبارة عن الملكة الراسخة في النفس. عارفين المقولات العشر؟ هندخل في علم الحكمة أو علم الفلسفة. عارفين المقولات العشر اللي هي إيه؟ الكيف والفعل والانفعال والأين والمتى والنسبة والهيئة والملك، التي جمعت منا يعرف المقولات العشر دي. زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سوى، طبعا لا أحد يفهم شيئا. قال لك هنا زيد ذا مقولة الجوهر، خلاص من الجوهر. زيد الطويل، الطويل هذا هو إيه؟ الكم، الطول والطول متر مترين، هذا طويل يعني مقولة الإيه؟ يعني الطول يرجع إلى إيه؟ ها؟ إلى الكم، في كم وفي إيه؟ كيف. عارف الكم والكيف؟ يعني مثلا الكم في العدد، أما الكيف غير الإيه؟ غير الكم. يعني في بعض الناس يقدمون الكم على الكيف، ويقدمون الشريعة على المصلحة، المصلحة على الشريعة، وفي البعض يقدم الجار على الدار. شوف كده، يعني أيهما الجار أولا ولا الدار؟ من أين أخذنا؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا، ولم تقل ابن بيتا، تريد الجوار، ابن لي عندك، فالجار قبل والكيف قبل الكم. عارف الكيف احنا نسميه الآن الجودة، يعني ما معنى أن تأتيني بمئة تفاحة وكلها مضروبة لا تنفع فيها عطب، إنما لو جئت بالكيف ثلاثة أو أربعة جيدة، هذا الجودة جيدة ويعني طازجة ونظيفة ويعني لها رائحة، هذا هو الكيف. بعض الناس يفرح بالعدد الكبير، زي مثلا 500 طالب،
هذا كم، إنما أربعة أو خمسة يفهمون هنا إيه الاهتمام يكون بالإيه بالكيف. الآن في هذا العصر يقدم الكم على الكيف، يقول لك أنا عندي 3000 طالب يدرسون، أو أنا أسلم على يدي 100,000 وكلهم مجسمة أو مشبهة. هي معنى العدد. فعلى كل أسلم فيه. نعم. فعلى كل أسلم. مين؟ فعلى كل أسلم. أسلم، لكن في فرق بين المشبه والمجسم وبين الأشعري المنزل. يعني هؤلاء غثاء كغثاء السيل. يبقى الشريعة قبل المصلحة، يعني في بعض الناس يأتي بالشريعة أو الحكم حسب هواه، لا يقدم الشرع على مصلحته، ولو كان الشرع فيه ولو كان الشرع ضد مصلحته فيلتزم بالشرع أولا. يعني مثلا لو أنا خالفت الشرع سأكسب أو سأربح، لا ألتزم بالشرع وأخسر، فالخسارة في الدنيا أهون من الخسارة في الآخرة، واضح؟ لكن في بعض الناس لا يهمه فيقدم مصلحته على الإيه؟ يعني إذا تعارضت مصلحتك الشخصية أو منفعتك مع الشريعة فتقدم ماذا؟ المفروض إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، أما إذا كان يريد الدنيا يقدم ليه؟ يقدم المصلحة. وبعدين الطاعة قبل المنفعة، في بعض الناس يريد المنفعة فإذا رأى منفعة يطيع، أما إذا لم يرى لا يطيع. والجار قبل الدار، والكيف قبل الكم. يبقى زيد الطويل، الطويل ده ايه الكم، الأزرق هذا هو الكيف، ابن مالك هذا النسبة، اسمها مقولة النسبة. بعدين زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته، هذا هو المكان، بالأمس هذا هو الزمان. يبقى المقولات العشر الكم والكيف والزمان والمكان والنسبة، خمسة. في بيته بالأمس كان متكي، هذه هي الهيئة أو الوضع كده، ستة. بيده غصن، بيده هذا هو الملك، كم هنا؟ سبعة. بيده غصن لواه، هذا هو الفعل، ثمانية. فالتوى، هذا هو الانفعال، زي كسرته فانكسر، كسرته هذا ايه الفعل، فانكسر هذا هو الانفعال. يبقى تسع مقولات والجوهر تبقى كام؟ عشرة. يبقى هنا بنى هذا على أن الحكم ده اللي هو ايه إثبات، هل الحكم من مقولة الفعل ولا من مقولة الكيف؟ فلو كان الحكم من مقولة الفعل لا يصلح أن ينقسم إلى إيه؟ تصور وتزق، فلا يكون إلا واحدا وهو، لكنه من مقولة الكيف، وهذا هو التحقيق، لأن الحكم هو إدراك النفس وليس للنفس فعل، ولكن النفس لها كيف. شوف كده، يعني البعض اختلف مثلا الإيمان، أنك تؤمن بالله، هل الإيمان فعل أنت تفعله ولا الإيمان كيف أنت تتصف به؟ الكيف يعني الصفة، فلو كان الإيمان فعل يبقى أنت في إمكانك أن تؤمن وأن لا تؤمن، يعني تفعل الإيمان أو لا تفعله، ولكن الإيمان كيف. طب الكيف ده معناه ايه؟ اتصاف النفس، انشراح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. طب إذا كان الإيمان من مقولة الكيف، كيف نكلف به؟ زي الرضا أو انشراح الصدر أو الغضب،
هذا كله إيه؟ كيف يعني يتصف به الإنسان. وإذا كان من مقولة الكيف، كيف نكلف به؟ لأنه ليس اختياري، الفعل اختياري، افعل أو لا تفعل، إنما الكيف ليس اختياري. فقالوا التكليف بالإيمان مع أنه من مقولة الكيف، إنما هو باعتبار أسبابه. يعني كما أقول لك افرح، طب ليس هناك دواعي أو أسباب تجعلني أفرح، وكل ما حولي يجعلني أحزن. إذن فالفرح لابد أن تكون له أسباب، والرضا والغضب. إذا قلت لك اغضب، الغضب ده انفعال مش فعل، انفعال، خلاص كده. يبقى الفعل اللي هو يدخل في إيه؟ في طواعيتك. أما لو واحد مثلا قال لك نكتة فتجد نفسك تضحك أو تنبسط، وإذا أردت أن تمتنع لا تقدر، يبقى هذا يسمى إيه؟ ها؟ اسمه إيه ده؟ كيف. ولذلك قالوا الحكم ده إدراك، يعني النفس تدركه ولا تفعله، إذ ليس للنفس فعل. يبقى إذن ما معنى إثبات؟ الحكم هو إيه؟ ها؟ إثبات. قالوا إذن نؤول أو على مضاف حذف مضاف، فمعنى الحكم إثبات، يعني ها؟ يعني إيه؟ يعني إدراك الثبوت. فكونك تدرك الثبوت أو تدرك نفي الثبوت، هذا هو الحكم. إذن ففي هذه الحالة الإدراك إذا كان معه حكم يسمى تصديق، وإذا لم يكن معه حكم يسمى تصور. إذن فانقسم الحكم إلى تصور وإلى إيه؟ لأن الحكم هنا ليس معناه الإثبات، وإنما معناه إدراك الثبوت. وإدراك الثبوت ده تصور، أما الإذعان بوقوعه أو بعدم هذا هو إيه؟ إذن فالحكم ينقسم إلى إيه؟ ها؟ إلى تصور وإلى تصديق، لكن بمعنى إيه؟ بمعنى أنه من مقولة الكيف، وهذا هو التحقيق الذي حققه العلامة الشيخ الدسوقي في شرح أم البراهين. فقال إثبات يعني إدراك الثبوت، فهذا مجرد الإدراك يسمى تصور. أما إذا أدركنا النسبة اللي وقوعه أو عدم، هذا هو التصديق. فإذا كان الأمر كذلك فينقسم إلى تصور وإلى تصديق، فيكون التصور حكم بمعنى إدراك الإيه؟ الثبوت، ويكون التصديق حكم بمعنى إدراك الثبوت زائد إدراك النسبة. هل منكم من فهم؟ طبعا البعض فهم والبعض لم يفهم والبعض في حيرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا أستطيع أشرح فوق ذلك. ما فائدة مقولات العشر؟ نعم؟ ما فائدة مقولات العشر؟ الذي ذكرناه الآن يوضح لك الفائدة، لأننا عرفنا أن هذا كيف وليس فعل، وفرقنا بين الفعل والانفعال. أليس هذا فيه فائدة؟ تفضل. فمثال التصوري في الشرعيات كتصورنا لمعنى الصلاة. الآن نريد أمثلة، نريد كم مثال؟ ها؟ 24. لا، الأول نريد ثمانية أمثلة، شوف كده. نريد ثمانية فين؟ في الشرعي. وبعد كده لازم يا شيخ خيري تتدرج في الأحكام، ما تجيبهاش تقول له 24 يقول لك خلاص أنا ما أريد شيء. لما أقول له ثمانية بعد أن يعرفك خذ ثمانية أخرى، بعد أن يرضى خذ ثمانية أخرى. إنما إذا قلت له من البداية خذ 24 لازم تتدرج.
الله تعالى لم يحرم الخمر مرة واحدة، وأنت تريد أن تعلمهم الأحكام مرة واحدة. فابدأ به بالشرعيات، مثال التصوري، يعني نريد إيه؟ نعرف معنى التصوري، يعني الحكم اللي هو التصور فين؟ في الشرعيات. ما هو المثال؟ كتصورنا لمعنى الصلاة أنها ذات ركوع وسجود وسلام. يعني إذا أدركت واحد قال لك الصلاة خير من النوم في الفجر، ولا يقولها في العصر، ما هو الناس بتنام في العصر، المفروض أيضا يقول في صلاة العصر الصلاة خير من النوم، عشان نوم، بس النوم في الايه؟ في الفجر نوم ايه؟ عام غالب على الناس، اما في العصر قليل، والذي ينام لا يريد الصلاة، بخلاف النوم فين؟ في الليل. يبقى لو انك ادركت ان الصلاة التي ينادى بها حي على الصلاة، هذا يعني اركع سجود وركوع، الله أكبر، السلام عليك وسلام، وهو إيه؟ هو الصلاة. إذا فهمت هذا يسمى إيه؟ تصور. إنما إذا فهمت هذا مع إدراك أنها واجبة أي فرض، فهذا يسمى إيه؟ تصديق. ومثال التصديق في الشرعيات الصلاة واجبة. هات الله. ومثال الضروري في الشرعيات قواعد الإسلام الخمس. إيه الضروري؟ يعني مثلا نقولنا التصور أو التصديق ينقسم كل منهما إلى إيه؟ ها؟ إلى إيه؟ إلى ضروري ونظري. ما معنى ضروري؟ يعني يدرك بالضرورة من غير فكر أو من غير استدلال أو من غير تأمل، فهذا يسمى إيه؟ أما إذا احتاج إلى دليل يسمى نظري. يعني أعطيك مثال، وقلت لك واحد زائد واحد، لا تفكر اثنين، إنما لو قلت لك اثنين في اثنين في ثلاثة في ستة، فكر، جيب آلة حاسبة، هذا اسمه نظر، يعني الذي تدركه من غير تفكير ومن غير عناء يسمى ضروري، والذي يحتاج إلى استدلال سواء عقلي أو شرعي أو غيره يسمى إيه؟ نظر. يبقى إذن الصلاة واجبة، سؤال ده، هل هذا تصور ولا تصديق؟ تصديق، صلاة واجبة. هل هو ضروري أو نظري؟ ضروري. الصلاة، هل أحد يجهل أو يريد دليلا على أن الصلاة واجبة؟ هذا إيه؟ ها؟ هذا ضروري. ده. ومثال الضروري، ها؟ ومثال الضروري في الشرعيات قواعد الإسلام الخمس. يعني لو قلت لأحد من الناس أن الإسلام قواعده، يعني أركان الإسلام خمسة، لا يقول لك هذا يعني يحتاج إلى تأمل أو أين الدليل، لأن الحديث بني الإسلام على خمس، والمسلمون جميعا يعرفون أن الإسلام خمسة، فهذا أصبح أمر ضروري، لأن الجميع يدركونه ويفهمونه من غير طلب دليل. افرض أحدكم قال، جاء رجل مثلا من أوروبا أو من أمريكا ولا يعرف الإسلام قط، وسألناه عن أركان الإسلام لا يعرف، فكيف نقول هو ضروري؟ إذن هو ضروري بالنسبة لمين؟ للمسلمين، لمن عاش في بيئة إسلامية، أما من هو حديث عهد بالإسلام فبالنسبة له نظري، لكن بعد فترة يصير ضروري. ففي أمور كثيرة، مثلا كنا في البداية نحتاج إلى دليل عليها فتكون نظرية، فإذا شاعت وانتشرت وعمت وعرفها الجميع تصبح إيه؟ تصبح، يعني إذن النظري ممكن يتحول إلى إيه؟
إلى ضروري وليس العكس. يعني النظري ممكن يصير ضروريا لكن لا يصير الضروري إيه؟ نظري. ومثال النظري في الشرعيات اقتضاء الطعام من ثمن الطعام لا يجوز. يعني 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 واحد يقول لك ايه، هات لي مثال على الحكم. ما قلنا الحكم ايه؟ تصور او تصديق، وكل من التصور والتصديق اما ايه؟ ضروري او ايه؟ او نظر. عرفنا مثال الضروري، قواعد الاسلام خمسة، او مثلا ان الحج الى مكة. لا يقول لك احد يعني اقول ان شاء الله سنسافر الى الحج باذن الله تعالى نحج ايه معا، فلا يسالني احد اين نحج، هذا يعني مجنون. معروف ان الحج في مكه، هنحج في الصين، الحج فين؟ هذا امر ايه؟ ضروري. لكن افترض ان رجلا من المكسيك او رجل من لا يعرف شيء عن الاسلام ولا عن مكه وقلنا له الحج يسال، ففي بالنسبه له ايه؟ نظري، لانه حديث عهد لا يعرف. ما هو مثال النظري في الشرعيات؟ اقتضاء. معنى اقتضاء؟ اقتضاء الطعام من ثمن الطعام لا يجوز. يعني ايه الصوره دي؟ ما هي الصوره؟ صوره فقهيه. يعني أن يبيع رجل باع لآخر قفيز قمح مثلا، يعني أنا أعطيتك قمح، والقمح طعام أو لا؟ طعام، ولكن لم أدفع الثمن، بقي الثمن في ذمتي، فجئت إلي وقلت لي هات الثمن، فقلت لك ليس عندي دراهم ولكن خذ مني الثمن قمحا، إذن فأنا بعت القمح بالإيه؟ بالقمح، وهذا إيه؟ ربوي. لأنه لا يجوز أن أبيع طعاما بطعام إلا إذا كان يدا بيد مثلا به. أما هذا ما فيش إيه؟ يد بيد، أصبح نسيئة، فدخل فين؟ ها؟ في الربا. فإن بعت طعاما وبقي الثمن في ذمتك، يعني أنا اشتريت منك الطعام بخلاف الكتاب، يعني مثلا قلت لك هات الموبايل، هذا الموبايل مش كده؟ فين هذا بكم ثمن؟ فلوس كم؟ كل 100,000 مية ألف ليه؟ أنا هشتري قصر ب 1000. أنا الظن 100، هذا ب 1000، فأنا ليس عندي 1000، وبعد شهر أو بعد سنة قلت لي هات الثمن، فقلت لك سأعطيك موبايل آخر، هذا ليس ربا، لأنه ده ليس طعاما، الربا محدد في أصناف معروفة. إذن إنما إذا بعت طعام قمح أو حنطة أو أطعمة أو شعير بطعام، يعني أعطيتك طعام بدلا من الطعام، فهذا إيه؟ هذا ربا لا يجوز. خلاص. وعلة الحرمة تأديته إلى بيع طعام بطعام إلى أجل، وهذا ربا الفضل ولا ربا النسيئة؟ ها؟ هذا ربا النسيئة، لأنه في إيه؟ في أجل. واضح؟ يبقى بيع الطعام بالطعام لا يجوز، خلاص؟ نسيئة. وبعدين الزعفران ليس ربوي، يعني لو بعت لك زعفران بزعفران يبقى هذا ايه؟ ها؟ هل الزعفران طعام؟ لا، بيع كما شئت، ليس فيه ايه؟ ها؟ ليس فيه ربا. الزعفران ده عارفين الزعفران؟ ها؟ شكله كده ايه؟ ها؟ احمر او اصفر، في انواع منه.
الزعفران ده نبات معروف وغالي الثمن، إذا كان في البيت لا يدخله سام أبرص، عارف بيمشي على الوزغ، لو أن البيت فيه زعفران لأتجد فيه وزغا. وكونه ليس بربوي يعني يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وإلى أجل، يمكن أخذ منك زعفران إلى أجل وأدفع زعفران آخر، أو أدفع في الحال يعني فضلا يدا بيد أو أو إلى أجل، فهذا جائز لأنه ليس ليس طعاما. نعم يوضع في الطعام لكن لا يؤكل وحده، إنما القمح يعجن وخبز وأنواع كثيرة، كل الأطعمة زي الخبز من القمح. هل رأيتم خبزا من الزعفران؟ يوضع في الطعام لكنه ليس طعام. المفروض أنت وضعت في الطعام حديدا أو وضعت مثلا هل يلا. ومثال الواجب التوحيد في الشرعيات كتصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام. الآن عرفنا الضروري والنظري. ده الذاتي يعني كلمة الذاتي يعني هو يجب لذاته، يعني هو في ذاته واجب، إنما في واجب آخر ليس لذاته. يعني مثلا النكاح الزواج في ذاته ليس واجبا، لم يوجبه الله علينا، إنما يصير النكاح يعرض له الوجوب وتعرض له الحرمة وتعرض له الكراهة، فهذا يسمى إيه؟ واجب عرضي. يعني مثلا إنسان يخاف على نفسه من الزنا فيصير النكاح بالنسبة له واجبا، أما إذا كان معتدلا لا يخشى على نفسه من الفتنة فالنكاح يندب في حقه أو هو ليس فالواجب الذاتي يعني هو لذاته أو في ذاته واجب. يعني مثلا الوضوء بالماء المغسول في ذاته ليس حراما، إنما عرضت له الحرمة من الغصب، مفهوم؟ يبقى الواجب الذاتي كتصديق الرسل، يعني يجب تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام، يجب في ذاته. أما الواجب العرضي الطهارة لصحة الصلاة، يعني مثلا الطهارة هل يجب علينا الطهارة لذاتها ولا من أجل الصلاة؟ أجل الصلاة. واضح؟ هذا اسمه واجب عرضي، خلاص واضح؟ ومثال الإثبات في الشرعيات يعني نريد باقي الآن قلنا كام؟ ستة. نريد اثنين، الإثبات في الشرعيات، يعني نقول كذا النبي صلى الله عليه وسلم نحبه، أثبتنا له المحبة، وحب النبي حب أوجبه علينا الشرع، يعني أمر شرعي بدليل لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده، بمعنى كده اثبات محبه النبي هذا شرعي. طب واثبات غفران الذنوب بسبب التوبه، مش كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد في كتابه أنه يغفر الذنوب لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، فإذا أثبتنا أن الذنوب تغفر بسبب التوبة فهذا إثبات شرعي. طب عاوزين مثال للنفي، الوتر ليس بواجب. طبعا عند الحنفية يفرقون بين
الواجب والفرض. فيقولون مثلا الوتر ده فرض عملي وواجب، يعني هو ايه؟ يقول لك في الاعتقاد تعتقد انه ايه؟ ها؟ في الاعتقاد فرض اعتقادا، لكن في العمل واجب، تمام كده؟ فرض ايه؟ يفرقون بين عندهم الوتر ليه؟ لثلاثة أحكام مش حكم واحد. يقول لك فرض وواجب وسنة، بس سنة من ناحية العمل وفرض من ناحية الاعتقاد وواجب من ناحية إيه؟ إنه الواجب عندهم ما ثبت بدليل إيه؟ ها؟ بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، فلأجل هذا لا يلحقونه بالإيه؟ بالفرض الاعتقادي، وإلا لصارت الفرائض ستة. ولذلك يقولون هو فرض إيه؟ يعني من لأنه إيه؟ الدليل فيه إيه؟ فيه ظن. له حديث إن الله زادكم إيه؟ صلاة، وهي صلاة الوتر. ولكن عند الجمهور الوتر ليس إيه؟ هذا حكم مستند إلى إيه؟ إلى الشرع. وصوم عاشوراء ليس بواجب. هل صوم عاشوراء واجب؟ أفرض أردت أن تأتي بمثال ليس للنفي وإنما للإثبات فتقول صيام رمضان واجب، تريد النفي صيام عاشوراء ليس بواجب، أو تقول صيام ستة من شوال ده واجب ولا فرض؟ إيه ده ستة من شوال؟ سنة. الشافعي يقولوا إيه سنة، مش كده؟ وطبعا الحنفية ماشيين مع المالكي يقول لك لا مكروه صيام ستة، إيه حتى لا يلحق به بال، لا يعتقد الناس أنها إيه من الفرض. وذلك يقولون إيه بكراهة صيام إيه ستة من شوال. وورد عن الإمام مالك بيقول ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، وما شفتش حد قال أيام فرح والناس بتهنئ يجي يدخل عندك لا ماء ولا طعام ولا تمر. لذلك في اليمن، ذهبت إلى اليمن فيه حضرموت، فيه تريم، وفيه بلد أخرى، في معركة بينهم كل سنة عن صيام ستة من شوال. هؤلاء يمنعون وهؤلاء يوجبون. وردوا طبعا على إيه الاحتجاج بالإيه بالحديث من صام إيه، ولازم يقول لك في عند الإمام مالك عمل إيه، عمل أهل المدينة، من صام رمضان وإيه وأتبعه كأنما إيه صام السنة أو الدهر كله. طيب قالوا يعني أفرض رجل صام ستة من غير شوال، يعني قالوا ليه هي بالسنة كلها؟ لأن رمضان بعشرة أشهر، فالسنة كام؟ 12 شهر، شهر رمضان بعشرة أشهر، والستة أيام بشهرين، فلو صام ستة في شعبان أو في ذو القعدة أو في، حتكون إيه؟ من جاء بالحسنة فله إيه؟ عشر إيه؟ أمثالها، يعني ستة في عشرة في 60 يوم، يعني إيه؟ شهرين. فهذا يندرج في شوال وفي غيره، فلماذا التخصيص بشوال مع أنه الحكم إيه يسري في الإيه في السنة كلها؟ يعني في خلاف في المسألة، لكن خلوكم مع الإيه الجمهور، بس أنا مع الملكية مش حصوم تاني، كفاية رمضان. يلا. فهذه ثمانية في الشرع، ومثال التصور في العقليات تصورنا لمعنى العقل. الآن فهمتم ثمانية أمثلة فين؟ ها؟ الشرع. نريد ثمانية أخرى في العقل، يعني تصورنا لمعنى العالم، يعني إدراكنا وفهمنا للعالم. ما معنى العالم؟ العالم يعني
لماذا سمي العالم؟ لأنه علامة، يعني دليل على وجود الصانع، فسمي عالم، يعني كأنه من العلامة. فمعنى العالم كل موجود سوى الله. فإذا فهمت هذا فتكون تصورت معنى العالم. وهذا إيه؟ عقلي ولا شرعي؟ عقلي. طيب إذا حكمت بأن العالم حادث وأن صانع العالم قديم، هذا إيه؟ ها؟ تصديق. ومثال الضروري في العقليات، قلنا الضروري، ما الفرق بين الضروري والنظري؟ الضروري ما يدرك بالضرورة ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، أما النظري ما يتوقف على نظر واستدلال. في مثال الضروري في العقليات، الواحد نصفه لاثنين، والتحيز للجرم. يعني إذا حكمنا بأن الواحد نصف لاثنين، هذا إيه؟ حكم عقلي. ضروري ولا نظري؟ ضروري. الجرم، الأجرام، عارف الأجرام؟ يعني ما له كثافة أو ما له جرم، لا بد أن يكون له حيز، لا بد أن يتحيز الجرم مهما كان ضئيلا. فلا يوجد جرم غير متحيز، يعني يشغل قدرا من الفراغ، هذا القدر من الفراغ هو الحيز، بمعنى أنه لا يشغله غيره. يعني الحيز من الممانعة والتدافع. يعني مثلا هذا الجرم كده وضعناه هنا، شوف هنا هذا فراغ، وخد بالك هو في الحقيقة اسمه ايه؟ فراغ متوهم، لأنه ما فيش فراغ محض. يعني عارف فراغ محض يعني معناها لا في أثير، عارف لو فراغ محض معناها ليس هناك هواء وليس هناك ميكروبات وليس هناك أثير وليس هناك ضوء، معناها لا يمكن يصل الصوت. فالفراغ باسمه ايه؟ فراغ مش محقق، فراغ موهوم، ما فيش فراغ ايه حقيقي. فهنقول ايه الفراغ ده؟ هذا الجرم وضعناه، شوف شغل حيز، الحيز من هنا الى هنا، شوف الحيز يعني يعني فيه عمق، في طول وفي عرض وفي ارتفاع. طيب نأتي بجهاز آخر ونضعه فوقه، شغل حيزا آخر لم يشغل نفس الحيز. إذن فكون الجرم يشغل حيزا من الفراغ، هذا حكم عقلي ضروري. فإذا لم يتحيز فليس بجرم، يعني لا بد أن يتحيز. يعني إيه معنى يتحيز؟ يعني إيه؟ يشغل قدر ذاته من الفراغ. فإذا لم يكن هناك تحيز، يبقى في هذه الحالة تحل مشكلة المواصلات ومشكلة الإيه؟ الإسكان في العالم كله. يعني مثلا أنتم هنا كل واحد فيكم شغل فراغا حتى امتلأ الفراغ اللي في المكان كله، فلو جاء عدد آخر مثل هذا العدد لا يجد حيزا. واضح؟ ولذلك في الطائرة يقول لك ما في حجز. ليه؟ لأنه الحيز امتلأ، المقاعد شغلت. إنما لو لم نشغل حيز الطائرة تأخذ كم عدد؟ 200، مش كده؟ أو 250. إنما لو لم يكن هناك حيز الطائرة تأخذ 1,000,000، ما فيش حيز، ادخل ادخل ادخل. يبقى الحيز معناه إيه؟ أن يشغل قدر ذاته من الفراغ. والذي يشغل حيزا هو إيه؟ ها؟ هو الجرم. واضح؟ ومثال النظري في العقليات الواحد عشر ربع الأربعين. شوف كده ده إيه ده؟ مثال للنظري، يعني لما قلنا الواحد نصف الايه؟ نصف الاثنين، هذا ايه؟ ضروري. انما الواحد عشر ربع الاربعين، هتقول ايه الاربعين؟ طب عشرها كام؟ عشر الاربعين
40 على 10 يبقى كام؟ عشر، اذا كان عشر الاربعين، مش عشر الاربعين كام؟ اربعه. طيب وربع الاربعه واحد، يبقى الواحد ربع عشر الايه؟ الاربعين. طب ولو كانوا ثمانين يبقى الواحد ايه؟ ها؟ نصف عشر ربع، يبقى نصف ربع، مش كده؟ في الثمانين يبقى عشر ربع الاربعين. يبقى هذا المثال صحيح او لا؟ الواحد ربع عشر الاربعين، لان الاربعين عشرها اربعه وربع الاربعه الواحد. لكن هل هذا يفهم ضروره ام بالتامل والتفكير؟ يعني قس على ذلك جدول الضرب. يعني اذا قلت واحد في واحد تقول بواحد، اثنين في اثنين باربعه، ثلاثه في ثلاثه بتسعه، اربعه في اربعه ب16، كله ده ضروري. طيب لما اقول لك 16 في 16 هنا هي توقف. لما طالما ماشي بسرعه يبقى هذا ضروري. 2 في 2 ماشي، 4 في 4 ب16، 5 في 5 ب25، 6 في 6 بكام؟ 6 في 6 كم؟ 36. طب 7 في 7 49، 8 في 8 ب64، 9 في 9 81، 10 في 10 ب 100، 11 في 11 هذيك وقفتها. 11 في 11 بكام؟ ها؟ بس هذيكم يعني عاوزه تامل وعاوزه. طب 12 في 12 مش هتعرف، 13 في كل. فالذي يدرك بسرعه من غير تفكير هذا يسمى ايه؟ ضروري. أما الذي يحتاج إلى تأمل يسمى إيه؟ نظري. ومثال الواجب الذاتي في العقليات وجود الباري تعالى. يعني وجود المولى سبحانه وتعالى واجب، لأن الله تعالى إيه؟ تعريف الواجب ما لا يتصور في العقل إيه؟ عدم. والله تعالى واجب لذاته. أما الواجب العرضي وجود المخلوقات. طب سؤال هنا، هل وجود المخلوقات أو وجود العالم هل هذا واجب ولا جائز؟ طب فكيف جعله؟ قال لك خذ بالك، هذا واجب عرضي وليس واجب ذاتي، بمعنى أن الله علم أن المخلوقات ستوجد فأصبح وجودها واجبا نظرا لتعلق علم الله، يعني عرض لها الوجوب لأن علم الله تعلق. أما إذا نظرنا إلى المخلوقات في ذاتها فوجودها جائز وليس إيه؟ وأعطيك مثالا ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الاقتصاد. قال انظر إلى العالم فتنطبق عليه الأمثلة الثلاثة. يعني قلت لك هات مثال لإيه؟ للواجب، ومثال للممكن اللي هو الجائز، ومثال للمستحيل، فتذكر كلمة واحدة فقط تصلح أن تكون مثالا للثلاثة وهي العالم. كيف يكون العالم مثال للواجب ومثال لإيه؟ للمستحيل ومثال للجائز؟ قال إذا نظرنا إلى العالم في ذاته فهو جائز ممكن، وإذا نظرنا إليه لتعلق علم الله بوجوده فهو واجب عرضي، وإذا اعتبرنا أن علم الله لم يتعلق بوجوده فهو مستحيل. يعني العالم نفسه لو افترضنا أن علم الله لم يتعلق به هل يوجد؟ لا. طيب إذا تعلق علم لابد من إيه؟ وجوده، لأنه إذا تعلق العلم بوجود شيء لابد أن يوجد، وإلا ينقلب العلم جهلا وهذا محال. أما إذا قطعنا النظر عن تعلق العلم وعدم تعلقه ونظرنا إلى العالم في ذاته فيكون وجوده جائزا. واضح؟
ومثال الإثبات ومثال الإثبات في العقليات كإثبات حدوث ما سوى الله تعالى، يعني إذا أثبتنا حدوث ما سوى الله، يعني العالم والعرش والكرسي والأفلاك والنجوم والسماوات والإنس والجن والملائكة، فهذا إيه؟ إثبات، إثبات عقلي. وإثبات الزوجية للعشرة أو الفردية للسبعة. إذا أردنا النفي، نفي الزوجية عن السبعة ونفي الفردية عن العشرة ونفي الشريك عنه تعالى، فهذه إيه؟ ثمانية في العقل. هات الثمانية اللي هي في العادة عشان إيه ننتهي. ومثال التصور في العاديات كتصورنا بمعنى الطعام والشراب. عاوزين الآن حننتقل بعد الشرعي والعقلي إلى الإيه؟ إلى العادي. بس هو هنا في مشكلة، هل تعرفون؟ وجاء في الأمثلة قدم العقلي، المفروض يلتزم بالنظام اللي إيه؟ يعني الأول يذكر الشرعيات وبعدين العاديات وبعدين العقليات. ما علش زي بعض البشر. مثال الايه التصور في العاديات. ومثال التصور في العاديات كتصورنا لمعنى الطعام والشراب، يعني مثلا نعرف ان هذا شراب، ان هذا طعام، فهذا يسمى ايه تصور، دون ان نقول هذا الطعام موجود او يشبع او لا يشبع. فمجرد تصورنا لمعنى الطعام والشراب او القيام والقعود فهذا يسمى ايه؟ تصور. أما إذا قلنا الطعام مقتات، يعني إيه معنى مقتات؟ يعني طعام قوت نتقوت به. ده والتراب غير مقتات. ده وهذا إيه التصور والتصديق. عايزين الضروري وإيه والنظري. الضروري في العاديات مثل إيه؟ الثوب ساتر والنار محرقة. فكوننا نقول الثوب ساتر، هذا إيه؟ يدركه الإنسان بالضرورة، لأن الثوب يستر العورة ويستر الجسم، وستر العورة إيه؟ شيء ربنا أوجب علينا. لماذا؟ لأنه كشف العورة حرام، لأنه إيه؟ كشف العورة يثير الشهوة، وإثارة الشهوة يدعو إلى إيه؟ الزنا، والزنا يدعو إلى إيه؟ اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب فاكر؟ ده الدرس بتاع الأزهر. يعني إذن كل شيء يترتب عليه حتى نصل إلى الحرام. يبقى إذا قلنا الثوب ساتر يعني يستر، والنار محرقة، وذلك الثياب ده في القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيه؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا إيه؟ ولباس التقوى ذلك إيه؟ خير. يعني لا تستر جسمك أو تستر بدنك في الظاهر وأنت غير مستتر عن المعصية، فلازم يعني تراعي الظاهر والباطن حتى تكون تقيا، ولباس التقوى ذلك خير. مثال النظر في العاديات شراب السكنجبين، مسكن للصفراء، والتخمة مهضمة للطعام. كلمة السكنجبين دي كلمة فارسية ليست عربية. وهو إيه السكنجبين ده؟ ليس شيء غريب أو ليس بدعة، وكل بدعة. السكنجبين عبارة عن إيه؟ شراب مركب من السكر والخل. يعني إذا جئت الآن بخل ووضعت عليه سكر فهذا اسمه إيه؟ سكنجبين. يعني علمه للزوجة، قل لها هاتي السكنجبين فتأتيك بالخل ومعه ليه السكر. والصفراء مرض فيهيج ليه الجسم، فإذا شرب الخل الممتزج بالسكر هذا يسكن،
الصفراء. وهذا كان بحسب الطب قديما، لكن قد يكون الآن هذا السكنجبين مضر ويقتل الإنسان، فلا يعني الطب يتغير بحسب العصور، فإياك أن تفعل هذا الآن. هذا يعني في أمور كثيرة في الفقه، مثلا الوضوء عند الشافعي يقول لك بالماء المشمس مسخن في الشمس يورث ليه البرص، لكن الطب الآن نفى هذا، قال لا. فهذا الحكم كان بحسب زمنهم، فالفتوى تتغير بكم شيء، بكم بستة كده ولا أربعة، الزمان والمكان والإيه والأشخاص والأحوال الأربعة، وفي حاجات. فالزمن والزمن تغير الآن، يعني كان الختان من حوالي 50 سنة كان واجب، ختان الخفاض الأنثى الآن حرام، يمكن بعد كده يبقى مكروه. ومثال الواجب الذاتي، واحنا كنا نشوف الجماعة السلفية يقولوا ايه، قال ما تيجي الآن شهر كام ده احنا فيه، ده شهر صفر مش كده، بعدين حياتي شهر ايه ربيع، أول ما يأتي شهر ربيع يطلعوا فتاوى يقول لك المولد النبوي إيه بدعة. الأول كانوا يقولوا شرك وكفر، الأول كانوا يقولوا كده، وبعدين تغير الزمن فأصبح الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وبعدين تغير بقي إيه غير جائز، وبعد كده بقي مكروه. يعني حتى السلفية برضو بتتغير عندهم الفتوى بتغير الزمان وتغير الأحوال، مرة يقولوا بدعة ومرة يقولوا شرك ومرة يقولوا. الآن سمعنا بعض المشايخ يقول لك مشروع، يعني مشروع ولكنه يعني لا ينبغي، يعني إذا بتتغير ليه عندهم حسب يعني حسب الأحوال. ومثال الواجب الذاتي في العاديات كرفع الفاعل ونصب المفعول. يبقى رفع الفاعل ونصب المفعول ده وجر المضاف اليه والتمييز والحال، كله ده ايه؟ واجب ذاتي ذاتي، بس ايه عادي في العاديات. يعني يقول لك يجب رفع الايه؟ الفاعل ونصب، ولا هو بالاختيار واجب ولا مش واجب؟ بس هذا الواجب حكم عادي، لأنه لو كان حكم شرعي لكان يأثم من يجر الفاعل ويدخل النار من ينصبه. هذه أمور إيه واجبة ولكن وجوب إيه عادي. ولذلك قال بعضهم بيقول إيه فلو فلا ينفع الإعراب إن لم يكن تقا، يعني إذا كان الإنسان مش تقي مش هينفع الإعراب. وقال بعض الصوفية بيقول إيه إن الله تعالى يحاسبنا على اللحن في العمل ولا يحاسبنا على اللحن في الكلام، يعني الأخطاء اللفظية دي لا نحاسب عليها، لكن هي لا تنبغي عند أهل الصناعة وعند أهل العربية، يعني عيب. إنما هل تحاسب عليها بمعنى أنك الملك يكتب عليك أنك يعني جريت المنصوب ونصبت المجرور، هل يكتب عليك سيئة الملك؟ لا. ليه؟ فرض واحد لا يتكلم العربية ماذا يصنع معه الملك؟ فإذا لا محاسبة على الإيه إلا في الإيه في الوحي الذي أمرنا القرآن، لا يجوز القرآن نقرأه قراءة سليمة موافقة للتنزيل ولو كنا لا نعرف العربية. يمكن تسأل واحد إعراب هذه الكلمة ليس البر، لا يعرف ولكنه يقرأها هكذا، ليس البر أن تولوا، لماذا لم يقرأ ليس البر؟ لأنه حفظها، لا يعرف الإعراب وإنما هو حفظها هكذا. فالمطلوب أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة سواء عرفنا الإعراب أو لم نعرف. واضح؟ نعم. ومثال الواجب العربي في العاديات نباه الطيب
ضمها مع الطيلسان. الطيلسان ده نوع من الكساء، وهي كلمة فارسية زي كلمة السكنجبين. هذا اللباس يعرف به الايه العالم، يعني عارف الآن الأزهر يلبس العمامة الأزهرية دي، فيعرف أنه أزهري. والعلماء في بلاد المسلمين لهم حتى في الحجاز لهم هيئة كده معروفة، يعني إذا رآهم الناس يعرفون أنه من أهل العلم. زي بالضبط لباس الشرطة، لو واحد في الشارع قال لك هات الهويه أو تعالى، فتقول إذا لم تره بالزي الشرطة تقول إنه رجل نصاب أو محتال. فيعرف رجل الشرطة بزيه العسكري. وكذلك كان هناك لباس اسمه الطيلسان للعالم، يلبسه إذا مشى في الأسواق، لأنه كان في نظام في العهد الأول اسمه نظام الحسبة، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا لبس ملابس عادية ممكن يتطاول عليه الناس لأنهم لا يعرفونه. وذاك أنت بمجرد ما يوقفك رجل المرور بالزي الرسمي تحترمه وتخرج له الرخصة. إنما لو أوقفك إنسان عادي تضرب بالسيارة. لماذا خفت منها؟ لأنه هذا يمثل الدولة ويمثل القانون، إنما الثاني يمثل البلطجة. عرفت الآن الفرق؟ فيلبس العالم هذا ليعرف. ولذلك ينبغي لأهل العلم إذا ذهب مثلا في بلد، يعني مثلا أنا معروف فمش لازم آتي مثلا بالزي الأزهري، هي نفس الشخص. إنما إذا ذهبت إلى مكان غير معروف فيه ودخلت مثلا مسجد ولا يوجد إمام وأنا ألبس ملابس عادية، هل أقدم؟ لكن إذا رأوك بالزي الأزهري الجميع يقدم، يقول لك هذا عالم. كيف عرفوا العلم؟ هل أنت مكتوب على وجهك عالم؟ عرفوه بإيه؟ باللباس. هذا رجل من الشرطة أو من الجيش، كيف عرف؟ بإيه؟ بلباس. هذا رجل من النصارى أو من البابوات، كيف عرف؟ بإيه؟ باللباس المسيح، لأن القساوسة لهم لباس معين. وكذلك كانت الطوائف قديما، كان كل طائفة تعرف بإيه؟ بلباسها. يعني تعالى إلى الآن مثلا حضرموت معروف لباسهم في اليمن، بس اليمن ليه الجنوب. اليمن اللي في الشمال له لباس غير الايه، عارف في 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 الشمال يحط ليه الخنجر تمام ويلبس ايه على الجلباب، انما في حضرموت يلبس حشتين. يختلف ايه الجنوب، هذه عادات لم يغيروها الى الان. وكذلك مثلا في الهند في عادات، في بلاد المغرب لباس المغاربة. البلد الوحيدة اللي تغير مصر، ما فيش إلا الأزهر الشريف كما هو ثابت. يلا. ومثال الإثبات في العاديات كإثبات الإحراق للنار والقطع للسكين. يبقى كوننا نثبت أن النار محرقة، ها؟ هذا ليس حكم عقلي وإنما هو حكم. طيب كيف عرفنا أنه ليس حكم عقلي وإنما هو عادي؟ لأنه يمكن أن يتخلف. والدليل على ذلك أن سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار لم يحترق، إذا تخلف الإحراق. فلو كان حكما عقليا لما تخلف. فهمت الفرق بين العادي والعقلي؟ أن العادي يمكن تخلفه، أما العقل لا يمكن تخلفه. والقطع للسكين، وأيضا كوننا نحكم أن السكين تقطع، هذا حكم عادي ليس عقلي، لأنها لم تقطع عندما وضعت على مين؟ إسماعيل. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فلما أسلم وتله للجبين، يعني ألقاه على قفاه، لم يذبحه من هنا وإنما من حتى
لو رأى نظرات عينيه لم تنع، فإنما إيه؟ لم ينظر إلى عينيه أو إلى وجهه، ولكن السكين لم إيه؟ لم تقطع. ولذلك سئل سيدنا جبريل: هل فعلت شيئا مع الخليل إبراهيم؟ قال: نعم، عندما ألقي في النار. شوف كده سيدنا جبريل قال: أدركته. شوف السرعة، يعني الله تعالى أمره وقال: يا عبدي يا جبريل أدرك خليلي إبراهيم، أدرك الخليل. قال: فأدركته في طرفة عين وهو بين السماء والأرض، يعني ألقي هو في الطريق، لم يصل إلى الإيه؟ التقاه سيدنا جبريل في الطريق في سرعة شديدة جدا لا يعقلها الناس. فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحال يغنيه عنه. فرفض أن يطلب من مين؟ ليه؟ لأن مقام سيدنا إبراهيم مقام الخليل، فهو أقرب إلى الله تعالى من جبريل، فيطلب مباشرة أنه أبو الأنبياء. طب وبالنسبة لإسماعيل، قال: أدركت إسماعيل عند الذبح، ماذا فعل؟ قال: نزلت في غمضة عين فقلبت السكين في يد إبراهيم. سيدنا إبراهيم ماسك السكين، قلبها سيدنا جبريل في يده، خلى السن من إيه؟ من أعلى، وأخذ يذبح فلا تذبح. مين اللي عمل كده؟ سيدنا جبريل. فكون السكين تقطع هذا حكم عادي وليس حكم عقلي. مثال النفي: خبز الفطير ليس بسريع الانهضام. عارف الفطير ده مشلتت، في فطير مشلتت وفي فطير ليس مشلتتا. ايه الفرق؟ اللي هو طبقة على طبقة ده اسمه مشلتت، اللي هو ما فيهوش طبقات فطير عادي، يعني في مركب وفي بسيط. وذلك كان سيدنا الشيخ علي جمعة يقول في عبط مشلتت، او العبط المشلتت اللي هو طبقات زي الجهل المركب، يعني في عبط او هبل او غباء حاجه زي كده. فهذه جمله كان قسم 24 قسما على الوفاء والتمام والحمد لله رب العالمين. فان قلت، هنقف هنا، فان قلت أو نكملها عشان يعني نقف على صفحة 41، نقف على الشرع. فإن قلت، اقرأ يا شيخ. فإن قلت: ما الفائدة في تقسيم الحكم الشرعي إلى ضروري ونظري؟ سؤال مهم هنا، خلاص العادي والعقلي نما، فائدة تقسيم الحكم الشرعي إلى ضروري وإلى نظري؟ عارف فائدة مهمة جدا جدا جدا. فالجواب فائدة ذلك معرفة ما يجيب إنكاره الكفر وما لا يجيبه. يبقى حيتوقف على كونك تعرف الحكم الشرعي ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. فائدة ذلك معرفة ما يوجب إنكاره الكفر وما لا يوجبه. السؤال هنا: ما الذي يوجب إنكاره الكفر؟ هو إنكار الضروري وليس إنكار النظري. ولذلك الكفر هو إنكار معلوم من الدين بالضرورة. فهذه هي الفائدة الجميلة، أحسن حاجة في الدرس هي الفائدة دي. يعني نعرف أن الذي يوجب إنكاره الكفر هو الأحكام الشرعية الضرورية. ولذلك يعرفون الكفر فيقولون: إنكار معلوم من الدين بالضرورة. فإن من أنكر ما علم من الدين ضرورة يكفر. يعني مثلا من أنكر الوحدانية، هذا معلوم من الدين به
من أنكر ختم الرسالة؟ هذا معلوم من الدين بالذر. من أنكر البعث؟ هذا معلوم. من أنكر وجود الجنة والنار؟ هذا يكفر لأنه معلوم من الدين. من أنكر قواعد الإسلام الخمس كشهر رمضان أو الحج أو الزكاة؟ يكفر. هذا معلوم من الدين. فإن من أنكر ما علم من الدين ضرورة يكفر بخلاف الخفي. الخفي هو النظري الذي لا يعلمه إلا القليل، فإنه لا يكفر عند كثير من المحققين. يبقى إذن إنكار معلوم من الدين بالضرورة هو إيه؟ الذي يترتب عليه الكفر، أما غير ذلك فلا يمكن التكفير بغير المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك نجد أن المتطرفين أو مثلا الذين يكفرون المسلمين أو الذين يتشددون في الحكم على الأمة بالضلال، هؤلاء لا يكفرون الناس لإنكارهم معلوم من الدين بالضرورة. هات لي أمر واحد فقط. لذلك معظم الأمور التي يختلف فيها المسلمون ويكفر بعضهم بعضا فيها أمور نظرية ليست ضرورية. فإذا نغلق باب التكفير، وعقيدتنا أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مهما كان إلا بثلاثة شروط: المستحل والمعاند والمستهزئ بالشرع. يبقى إن فعله عنادا أو استحلالا، يعني لو واحد قتل أهل الأرض جميعا هذه كبيرة أو كبائر، ولكنه لا يكفر بها إلا إذا استحل القتل. يبقى إذن هناك فرق مهم جدا بين الكفر وبين التكفير. الكفر ده وصف اعتقادي، فأنا أصف أن هذا الأمر كفر أو أنه ليس بكفر، وهذا عمل من علماء العقيدة والتوحيد يقولون هذا وصفه كفر. لكن هذا الوصف، أنا وصفت هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد بأنه كفر، لكن هل يترتب على ذلك تكفير قائله أو فاعله؟ هذا أمر آخر. أنا عملي في دائرة علم الكلام والعقائد أن أصف أن هذا من الكفر، لكن لا يترتب على هذا تكفير الفاعل أو القائل، لأن هذا عمل القاضي أو المفتي. المفتي هو اللي يفتي، لأن التكفير معناه قد يكون الوصف واحد ولكن هذا يكفر لأنه يعلم أو يصر أو يعاند أو مستحل، والثاني لا يعلم أو ليس مستحلا. يبقى الكفر غير التكفير. التكفير ده من الذي يحكم به؟ إما المفتي إما القاضي. إنما العالم فقط يتكلم في الوصف، وهو وهو يقول هذا كفر، كما قال مين؟ الإمام الرازي عندما شرح هذا شرحا جميلا في أول آية ذكر فيها الكفر. ما هي أول آية ذكر فيها الكفر؟ أول آية: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. في أي سورة؟ سورة البقرة. لم يذكر الكفر قبل هذه أول آية. فقال الرازي في أول التفسير، قال: صعب على العلماء أن يحدوا معنى الكفر، يعني يعملوا حد، يعني من هو الكافر. ولذلك الفقهاء غير المتكلمين، فقهاء يقولوا على المسلم، يسمونه كده المسلم الصعب. إيه معنى الصعب؟ يعني يصعب إخراجه من الملة، صعب جدا.
ولذلك قال الإمام الغزالي إدخال 1000 واحد من الكفار في الإسلام أسهل من إخراج واحد. لو أدخلت 1000 هذا سهل، مجرد أن ينطق بالشهادتين دخلوا، إنما نريد إخراجهم صعب جدا جدا. ليه؟ لأنه لا بد أن يكون معتقد ومصر ومستحل، ويترتب على التكفير أحكام كثيرة، التفريق بين الزوجين، ويترتب عليه منع التعامل معه كمسلم، ولا يدفن إذا مات في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يجوز التناكح معه ولا التوارث. إذن فهناك أحكام كثيرة صعبة جدا تترتب عليه. فإذن يغلق هذا الباب نهائيا. ولذلك أخطر شيء المسارعة إلى تكفير الناس. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة على التكفير من جنس العمل، فقال من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما. لأنك إذا كفرته وهو لم يكفر فقد رجعت عليك أنت، فتكفير المسلم كفر. فلا نكفر الوهابية ولا السلفية ولا داعش ولا الخوارج إلا إذا كانوا مستحلين أو أنكروا المعلومة من الدين بالضرورة. فهمت كده؟ فالإمام الرازي بيقول صعب على العلماء أن يحدوا معنى الكفر، ولكنهم اتفقوا على أن الأصول 3: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بسيدنا محمد. دي الأصول في كل الشرع، هذه الأصول: الإيمان بالله، باليوم الآخر، بسيدنا محمد. قال: وما عدا ذلك، يعني ما عدا ذلك من مسائل الدين، هذه الأصول كم؟ قال: وما عدا ذلك فهي فروع. قال: ولا تكفير في الفروع كلها إلا في مسألة واحدة، وهي إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى إذن الفروع كلها ما فيهاش تكفير إلا في مسألة واحدة، وهي إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. إذن فهذا يعني شيء محزن، شيء مؤلم، شيء تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن يحكم على واحد بالكفر من أهل الملة. ولذلك عجبا كيف يسارع هؤلاء إلى تكفير المسلمين والحكم عليهم بالضلال والخروج من الملة إلى غير ذلك. ولذلك أحسن مذهب في هذا هو مذهب أهل السنة، أنهم قالوا في العقيدة الضحوية موجودة: لا نكفر أحدا من من أهل القبلة، فلا نكفرهم، هم يكفروننا، ونحن ندعو الله تعالى لهم ونقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ندعو لهم بهذا الدعاء، ندعو لهم أن يعني ينتقم الله منهم أو أن يردك، لكن لا نصفهم بالكفر. فلو كفرناهم لكنا مثلهم. والله تعالى أعلم. ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون.
الحمد لمعلوماتك وبداية كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. المحرر ممكن تذكرون أحسن الشروط وأحسن الحاشية لمقدمة السلسلة. هذا السؤال الجواب عنه معروف، فلو كان هناك شرح أفضل من هذا الذي دعنا لما شرحناه. هذا أسهل وأيسر ومختصر ومصر، ولكن هناك في عقيدة أخرى لم تطرح إن شاء الله قريبا، هي العقيدة النصرى، فيها علم جديد و فيها شرح مبسط وفيها مسائل غير في هذا الاسم، هي العقيده الوسطى، اسمها ايه؟ الفتح والعطر في شرح العقيده الوسطى. الامام السنوسي شرح عميد الامام السرخسي. فما احسن الطريقه لدراسه علم الدين؟ طريقه الازهر الشريف، هذه هي الطريقه المثلى، يقول امثالهم طريقه. في سؤال بس مشكور. هذا السؤال مكتوب بغير ما هل يجوز رؤية الله تعالى؟ رؤية الله تعالى سيأتي في مبحث الرؤية في هذا الكتاب، أن رؤية الله تعالى في المنام جائزة. بل وقعت كثير من الصالحين غير الإمام أحمد أيضا سائل الكلام على ذلك، ولكن رؤية الله تعالى في اليقظة في الدنيا لم تقع إلا لمن؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الآخرة إن شاء الله للمؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صحيح قصة الإمام أحمد بن حنبل في بلد الناس ما نعمل الحمد لله هذه قصة مشهورة، تمام؟ ونحن قلنا هذه في دائرة الإمكان، ونقلت وتواترت عن الإمام أحمد رضي الله تعالى 99 مرة، وقال في لأن رأيته تماما 100 أسأل 99 مرة ولم يسأل، وسأل في المرة 100، قال فيما يتقرب إليك العبد؟ قال بكلام، قال بفهم أو بغير فهم، قال بفهم أو بغير فهم، ولكن الرؤية لا تعتبر دليلا شرعيا ولكن يستأنس بها، هي من المبشرات ولكنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. وقد روي انه ابليس مذكور في جاء يعني في حله من النور، وجاء لسيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وقال له انا ربك، اعمل يا عبد القادر ما شئت فقد غفرت لك. فقال له عبد القادر اخسا يا من هم. قال كيف عرفتني؟ قال ان الله لا يامر بالفحشاء، اذا امرك بالمنكر فلا يمكن ان يكون هو الحق بالله. ما الفرق بين كيف وهيئه؟ الكيف لا الولد الصفه، أما الهيئة للشكل، الهيئة هيئة البيت يعني شكله، إنما الكيف هو إيه؟ الصفة. في أسئلة أخرى؟ أظن زيادة.